أنا أتناقش وياك بهدوء وأنا جاهل لا أفهم ليش ما نصير عراقيين؟ منو قاني؟ وشنو قاني؟ شنو قاني؟ قاني يوقف بالباب. التقى بالقيادات يا قيادات السنية أو الشيعية ما يلتقي. ليش ما تجيبون اسم هذا؟ أنا أيضا لا لا أنا ما راح أعترض، لكن ما هو الحق القانوني أو بالعرف السياسي أو بالأعراف الدبلوماسية أن يجتمع قاني وهو رجل عسكري مع قيادات الإطار التنسيقي؟ أنا هاي ما أفهمه. يروح يلتقي بوزير الدفاع، يلتقي بالقائد العام للقوات المسلحة يعني بعنوانه إذا سمحت لي. يعني أكو بالأعراف الدبلوماسية يلتقي بقيادات الإطار التنسيقي؟ مو مشكلة. أي مو مشكلة، مو مشكلة سؤالك هسه هم جاوبك. يعني أنا ترى رجل قبل ما أكون سياسي أنا رجل قانوني، يعني في سوح المحاكم، يعني خلينا نكون أنا كمحامي ترى أحكي وياك قانونا. نعم. يعني هسه مثلا وزير خارج، مثلا وزير الدفاع الأمريكي إجا يزور مثلا قيادات في العراق، يعني شنو يملي علينا شروط؟ يعني هذا خلينا نكون واقعيين يا سيدي. يعني هاي الدول العالم قاعد تجي الوزراء. نعم. يعني ليش تخلون مثلا، يعني قاعد اشوف دائما تخلون حبكه بهذا الموضوع، زياره عاديه يجي وزير الدفاع، وزير الدفاع، وزير داخليه. يا استاذ انت قانوني، يعني ليش تخلون بموضوع بها؟ انا ما اخلي قانونا يمنع هذا الشيء. انا اتناقش وياك بهدوء وأنا جاهل لا أفهم. أنا هم بهدوء السيد نجم، أنا هم بهدوء. أستاذ طاهر، أستاذ طاهر حبيب قلبي، أنا أسأل. نعم. بأي حق دبلوماسي أو قانوني أو بموجب الأعراف السياسية قائد الحرس الثوري يجتمع مع قيادات سياسية وللمرة الثالثة أو الرابعة في ظل أزمة سياسية؟ شنو علاقته؟ شنو علاقته بالموضوع؟ شأن عراقي، شأن عراقي بداخل البيت الشيعي. هو رجل عسكري، خلي يكون واقعيين. أي عسكري هسه مو وزير الدفاع الأمريكي إجا زار العراق والتقى بالقيادات يا قيادات السنية أو الشيعية؟ ما ليش ما تجيبون اسم هذا؟ أنا أيضا لا لا أستاذ طاهر، بس ليش ما يلتقي المتحدث الرسمي؟ اسمح لي أنا أنكر. يعني أيضاً مثلا آقاني، بس اسمح لي سيد نجم، خليني بس أوصل فكرة. يعني أنا أخوي خلي أوصل فكرة. لا لا يعني المشاهد خلي يعرف. يعني الآقاني مثلا ايه، خلينا نوفق للمشاهد، يعني جاي، يعني احنا كقناه ان شاء الله بعيدين عن الطائفيه، بس نريد نوصل فكره للمشاهد حتى يكون عند مثلا زياره الاقاني. يعني شت التاويل الى شنو؟ يعني اجى زياره العراق للعراق بالاطار التنسيقي، منو ما قال التقى بالجانب الثاني؟ من هو؟ ماكو هذا يضموه هاي الشغله مثلا الجانب الثاني، يعني لا مثلا الجانب ويا الحلبوسي ويا غيره. الجانب الثاني لم يختلف يعني عنكم، ويا سيد الحلبوسي ويا سيد برهم صالح ما اجى؟ استاذ يعني ما التقى وياهم؟ استاذ، استاذ طاهر حتى اكون منصف. نعم. الجانب الثاني. نعم. لم يختلف عنكم. الجانب الثاني اجتمع مع قطر واجتمع مع تركيا، لكن لماذا لا نتخذ قرار ونحن عراقيين؟ قاني ما طب، احنا بيت عراقي، شنو الاطار التنسيقي يقعد وقاني يقعد؟ انت مالك علاقه، رجل رسمي روح شوف الحكومه. والعزم ما تقدم ايضا يقولون للقطري، القطري وللتركي اطلع برا. استاذ نجم، والكردي ايضا، ليش ما نصير عراقيين؟ منو قاني؟ وشنو قاني؟ شنو قاني؟ قاني يوقف بالباب.